أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الكوبونات التي تجمع لأخذ الهدايا من الأسواق والمحال التجارية؟ هذا من العبث بالأموال والدعاية، دعاية أصحاب المحلات إلى محلاتهم، والمنافسة بين المحلات التي تضر بالناس وتفسد الأسواق، يفسد بعضهم على بعض، فاللي ما يعمل دعايات ما يروحون له الزبائن، هذا يضر المسلمين، هذا عمل لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان وقال: لا يبع حاضر لبادي. كل هذا من أجل المحافظة على نفع المسلمين وعدم المنافسة بينهم، لأجل أن يجلب الجالب في السوق ويشتري من يريد الشراء. أما إذا لقيه قبل أن يصل إلى البلد واشترى منه فإنه يضر المسلمين، يضر أهل السوق، فهذا فيه ضرر على اللي ما يعملون هذه الجوائز ولا يعملون هذه الحوافل من أصحاب المحلات، فيه ضرر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. هذا من ناحية. الناحية الثانية، سبق لكم قبل قليل أن الجوائز التي على المسابقات أن الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم من الثلاث: النصل والخف والحال فقط، وإلا فإنها تكون من أكل أموال الناس بالباطل. فهذه يجتمع فيها أنها من القمار ومن الميسر، وأنها تضر المسلمين أيضا، تضر أصحاب المحلات اللي ما يعملون مثل هذه الأعمال وهذه الدعايات. نعم، والواجب منع هذا التلاعب ومنع هذه المسابقات وهذه التجارية وهذه الجوائز. قد صدرت فيها قرارات من هيئة كبار العلماء وأجوبة من اللجنة الدائمة بمنعها. نعم.